الإجابة على هذا السؤال اللي طرحناه على نفسنا قبل ما حد يطرحه علينا، إنه لماذا ننشئ حزبا جديدا؟ كل واحد في قيادات هذا الحزب كان يمكن أن يحصل على موقع له في أي حزب سياسي في مصر أيا كان هذا الحزب، في موقع قيادي من الصف الأول دون مجهود كبير، لأنه لا يوجد في قيادات الأحزاب السياسية الحالية من يمكنها أن يضاهي قيادة يعني حزبنا وأعضاء حزبنا. كان يمكن بسهولة لأي عضو في قيادة هذا الحزب أن يعني يسكن في مكان يعني متقدم جدا في كل الأحزاب السياسية الموجودة. إحنا سألنا نفسنا ولقينا الإجابة، يعني صغنا الإجابة ربما في ورقة موجودة وإحنا بنوزعها على الكل، لكن هقولها لكم باختصار. أولا في الصيغة التنظيمية، الصيغة التنظيمية دي عملت لأول مرة ربما دمج في سبيكة واحدة جديدة ما بين العسكريين القدامى اللي تركوا الخدمة وقلعوا بدلهم وبقوا مدنيين، وبحكم الدستور لهم كل الحق في أن يمارسوا حياتهم السياسية بما فيها تشكيل أحزاب سياسية، ولا يستطيع أحد أن يتقول أنه ده حزب عسكريين، لأنه ممكن ساعتها أقول على القاضي اللي ترك خدمته وانضم الحزب أنه ده حزب القضاء أو حزب الأطباء ولا حزب المحامين. وتحديدا لا توجد أغلبية للإخوة العسكريين المتقاعدين في هذا الحزب، بالعكس النسبة تكاد تصل إلى 70-30%. بالتالي بس إحنا أردنا أن نعمل صياغة جديدة لهذه السبيكة، الخبرات التي يعني اختزنها هؤلاء القادة. وإحنا بالمناسبة العسكريين زيهم زي أي فئة أخرى في مصر، فيهم الناس المحترمين جدا وفيهم كمان الناس المش محترمين، إحنا لا نقدس أحد بالمناسبة، يعني لا القضاء كلهم محترمين ولا العسكريين كلهم محترمين ولا الدكاترة كلهم محترمين ولا كذا، في كل فئة من فئات المجتمع في المحترمين جدا وفي مع كل الاعتذار في التعبير بس السفلة والساقطين. إحنا قررنا أن يكون أعضاء هذا الحزب من العسكريين هم فخر للعسكرية المصرية ولمصر كلهم، قادة حقيقيين سلوكهم وخبراتهم وسجلهم العسكري سجل ناصع في إنجازات، هم محترمين على كل المستويات. إحنا كحزب لا نفرق أبدا بين السلوك الشخصي والسلوك السياسي، لأنه في فكرة خاطئة سادت عند المصريين في فترة إن السياسة هي مهنة الذين لا مهنة لهم، الصيع واللي ما عندهمش شغلانة واللي كده يروحوا يشتغلوا بالسياسة، فارتبطت السياسة بالإيه بمفاهيم الميكافيلية. يعني إيه الميكافيلية؟ يعني اللي تلعبه اللي تكسبه لعبه والوسائل الوضيعة ممكن توصلك، كل دي كذب حقيقي، لأنه مهمة السياسة هي من أشرف المهام ويجب أن يتصدى لها أشرف الناس، لأنها في علاقة مباشرة مع المواطنين. ولا يمكن أن يكون في قيادة حزب أو في حزب يعني ناشئ يدعي أنه يخدم الجماهير حد ساقط أخلاقيا، لأنه لا يمكن لحد ساقط أخلاقيا أن يخدم الجماهير. إحنا لا نفصل على الإطلاق ما بين السلوك السياسي المستقيم والمحترم ما بين السلوك السياسي المستقيم والمحترم أيضا في وحدة واحدة.